الغدة الدرقية هي كفراشة موجودة بالمنطقة مقدمة القصبة الهوائية، مقسومة من جزئين يمين وشمال متصلين ببعض. المشاكل اللي ممكن تصير بالغدة الدرقية هي تكيسات ممكن تصير بجهة من الجهتين، أو أورام. الأورام ممكن تكون أورام حميدة أو أورام غير حميدة. إذا كان في تكيسات متعددة بالغدة الدرقية بدون أعراض، عادة علاجاتها بالأدوية. أما إذا كانت بتسبب ضغط على القصبة الهوائية أو صعوبة بالبلع، علاجها علاج جراحي. بالنسبة للأورام، غالبية الوقت العلاج تعولها حيكون علاج جراحي بعد أخذ عينة للتأكد أنه ما فيها أورام غير حميدة.